شوية كلمات كده بتعدى علينا بس مش بنفكر فيها ولا نعرف هي معناها ايه ولا المقصود بيها ايه. يعني مثلا نسمع كلمة تشدد والمتشددين في الدين والتكفيريين، وعلى الجانب التاني المنحلين المفرطين المش عارف مين، ويطلعوا جماعة تانيين يقولوا احنا الوسطيين اللي بنطبق الدين الوسط الجميل. ايوة بقى، يعني ايه تشدد ومين هم المتشددين، ويعني ايه الحلال ومين المنحلين، ومين هو الوسط الجميل وايه الوسطية دي؟ ده اللي هنعرفه ان شاء الله في حلقتنا النهاردة، بعد ما تعمل لايك وتشترك في القناة على اليوتيوب وتفعل الجرس وتبعت الحلقة لكل اصحابك علشان يستفادوا بيها. وخلي بالك في اخر الحلقة هنجاوب على سؤال الحلقة اللي فاتت ونقول سؤال الحلقة دي ان شاء الله. فحبايبنا اللي مش بيكملوا الحلقة ياريت نكمل علشان بيفوتكوا كتير، ويلا بينا على الانترو. نبدأ بالصلاة على النبي بأول حاجة. يعني إيه تشدد؟ التشدد أو الغلو في الدين هو الزيادة عن الحد المشروع فيه، سواء الزيادة دي كانت في العبادة أو في غيرها. يعني مثلا في العبادة، التلاتة اللي حبوا يقتدوا بالرسول صلى الله عليه وسلم يوصلوا لمنزلة عالية من التقوى. واحد منهم قال أصلي ولا أنام، والتاني قال أصوم ولا أفطر، والتالت قال لا أتزوج النساء. الأصل إنهم يفضلوا طول العمر مش هيعملوا الحاجات دي ويتفرغوا للعبادة بس. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لما رجع رد عليهم وقال أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ده في العبادة. ممكن التشدد يكون في الأحكام، زي إنك تخلي مثلا الحاجات المستحبة في منزلة الفريضة. لحد هنا ممكن نقول مش مشكلة، لكن المشكلة بقى إن لما حد يقصر فيها يبقى كأنه ساب فرض ولازم يتعاقب، أو من نظرك خد ذنب كبير فلازم تراجع نفسك. واحد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب زي مثلا عقوق الوالدين، لكن ما أشركش بالله عز وجل ومازال موحد والدنيا زي الفل، فما ينفعش تطلع وتقول ده كافر وخرج عن الملة بسبب انه عمل كبيرة. والامثلة كتيرة طبعا. من ضمن الحاجات اللي بتندرج تحت مفهوم التشدد في الموضوعات اللي بيبقى فيها خلاف، لما اختار الرأي الاتقل والاشد، او اني اسيب الحاجة على طول من باب الورع والاحتياط طالما فيها خلاف. ايه ده؟ ان اعمل الحاجة الفلانية دي حرام زي ما قال فلان، لكن في رأي تاني وعلماء تانيين بيقولوا عكس الرأي ده، لا يا عم هم يعرفوا حاجة اهو حرام، الاحتياط واجب برضه. ايوه الاحتياط كويس ومطلوب بشكل عام وممكن يندرج تحت باب سد الذرائع، لكن مش كل امور حياتك تختار الحاجة التقيلة وتدور على الحاجة الصعبة على اساس ان فيها حسنات اكتر. ومش كل حاجة حصل فيها خلاف انك تسيبها خلاص ده الاصح. في رخص ربنا عز وجل سمح لنا بيها، وحاجات ربنا سابها لاجتهاد البشر مع انه عارف في زمن معين هيحصل فيها خلاف، لكنه منزلش قول صريح يحسم الموضوع ويقطع الشك باليقين. ففي النقط الاجتهادية زي ما بنقول اختلاف العلماء رحمة. فالتشدد هنا بقى يا عم ان اي حاجة عليها خلاف ابعد عنها يا عم. ومش كده وبس طبعا، ده اللي يعملها يبقى كائن منبوذ وفي نظره مذنب ارتكب جريمة. بس يا سيدي اللي فات ده كله معنى التشدد الصحيح، لكن ما ينفعش نعدي كده من غير ما نعرف معنى التشدد من وجهة نظر العلمانيين او التنويريين او لا مؤاخذة المفكرين بتوع اليومين دول. دول بقى شايفين ان اي محاولة لتطبيق الشريعة الاسلامية في اي منطقة اسلامية تشدد. الحجاب ده يا ابني تشدد، بتحجب حرية المرأة. البنطلون ده تشدد، بتحجب حرية الراجل. انك تبقى في حالك كده يا ابني تشدد، لازم تنجف فينا وتطلع عينينا. ده بقى اللي شايفينه كوم شكاير العلمانيين دول. طيب معاك اي دليل على الكلام بتاعك ده؟ طبعا ربنا عز وجل بيقول في القرآن قل يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق، وفي آية تانية لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله الا الحق، ورسول صلى الله عليه وسلم بيقول اياكم والغلو فانما اهلك من كان قبلكم الغلو. عظيم جدا كده، عرفنا معنى التشدد ومين هو المتشدد. ما تيجي كده نبص بص على الجانب التاني. الجانب التاني ده بقى الجانب المرحرح المتساهلين خالص، ايوه المنحنحين دول. زي ما الجانب الاولاني كان فيه غلو اللي هو الزيادة في الدين، فالجانب التاني برضه فيه غلو وتشدد، بس غلو في التساهل والتسامح والنحنحة. زي مثلا اللي عاوزين يساووا الراجل بالمرأة وانهم يتساووا في الميراث وكده، بحجة ان دي حقوق المرأة وما ينفعش حد يتعدى على حقوقها. خلاص يا ست الكل اتساووا في الميراث، بس معلش بقى باي باي على الحالات اللي كنت بتارث فيها اكتر من الراجل، وباي باي على الحالات اللي كنت بتارث فيها والراجل ما يورثش اساسا. احنا عاوزين مساواة بقى، ولما حد يعتدى عليك في الشارع محدش هيتدخل واعتمد على نفسك لان ان زيك زي الرجاله. ده طبعا كله هجس وملوش اي علاقه بالدين، ومعلش يعني لفه وحطه في كوبايه ميه واشربها. ليه بقى؟ لان ربنا عز وجل نزل امر وتشريع، فدورنا احنا بقى نقول سمعنا واطعنا من غير اي كلام، لان ربنا اللي خلقنا عارف اكتر مننا ولحكمه ورساله في كل تشريعاته. فهمناها بقى او ما فهمناهاش فدي حاجه ترجع لنا، لكن ما تسمحش لينا اننا نقول ان في حاجه في الدين غلط او تشدد واننا نسهله بالكلام الفاضي ده. فكده عرفنا المتشددين ولا مؤاخذه من احنا.
المسلمين. بالنسبة بقى للي في النص هم دول اللي هنكمل معهم الحلقة إن شاء الله. كلامنا اللي جاي مش عن اللي بيطلعوا ويقولوا إحنا الدين الوسط الجميل اللي هم أساسا تبع المنحنحين، لكن هنتكلم عن وسطية الإسلام الحقيقية وإن الدين فعلا يسر. الوسطية بشكل عام دي نقطة في النص ما بين التشدد والانحلال، وده بيتم بإننا نحقق التوازن ما بين الدنيا والآخرة بإننا نختار الحل اللي بيحقق رضا ربنا عز وجل ويتماشى مع الواقع والحياة اللطيفة اللي إحنا فيها دي، وده كله بنلاقيه في ديننا اللي كله يسر. يعني مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. واحد عاوز يصلي بس والله الوقفة بتتعب ركبتي جامد، خلاص اقعد. القعدة مش عارف بتتعب عمودي الفقري، خلاص نام. طب على ظهري ولا على جنب؟ على اي جنب يريحك، المهم تصلي. طيب مطلوب مننا علشان نصلي نعمل ايه؟ نتوضى، هاشتاج بديهيات. طب والله انا المية اللي عندي قليلة يدوبك تكفي المية بتاعت الشرب، خلاص تيمم بالتراب. طب والله التراب بيجيب لي حساسية في جلدي كده وبيضرني، خلاص صلي على حالك. طب والله انا مش هقدر اصوم رمضان على سفر او تعبان، اعمل ايه؟ خلاص ما تصومش اليوم ده وصومه قضاء بعد رمضان. طب والله انا طلع اساسا ان انا معرفش اصوم، خلاص اطعم عن كل يوم تفطره مسكين، واطعامه ممكن يكون برغيف عيش وجبنه. دي امثله بسيطه جدا على التيسير والوسطيه في الاسلام، وان الاسلام فعلا دين يسر مش زي اللي بيشبهوه في الافلام والمسلسلات والكلام الفاضي ده. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ان الدين يسر ولا يشد الدين احد الا غلبه، يعني كل واحد دايما بيختار الحاجه الثقيله واللي دايما بتتعب على اساس ان ده الصح وان في ثواب كبير، ويسيب الامور اللي فيها رفق والرخص اللي ربنا عز وجل لخصها لنا، فده هيغلب ومش هيقدر يكمل. ايه الخلاصه من ده كله؟ ايه؟ ان ربنا عز وجل شرع الاسلام لكل الناس في كل الحالات، وده ترتب عليه ان احكامه بقت مناسبه لطبيعه البشر كلهم، بقت مناسبه فطرتهم السليمه من غير تعب ومشقه تمنعهم من انهم يكملوا في الطريق الصحيح ويخرجوا عن المسار اللي هم ماشيين فيه، وبرضه من غير اهمال ولا تساهل يوقعهم في الانحراف والرذيله والطريق المنحنح. نيجي بقى للجزء الثابت والاخير في حلقتنا. سؤال الحلقه اللي فات كان مين فتح الاندلس وامتى، والخلافه اللي كانت موجوده وقتها ايه، واسم الخليفه وايه سبب الفتح. طبعا نشكر اللي جاوبوا او اللي حاولوا يجاوبوا حتى لو اجابه غلط، لان الغرض من سؤال كل حلقه اننا نعرف احنا واقفين فين من معلومات سواء عندنا او تاريخنا او معلومات عامه، وبناء عليه نقدر نطور من نفسنا. فتفاعلوا يا جماعه واكتبوا بلاش كسل. الاجابه بقى يا سيدي، فتح الاندلس القائد الشاب طارق بن زياد، والقائد اللي ارسله كان اسمه موسى بن نصير. ده كان سنه 92 و93 هجريه المقابل 711 ميلاديا، وده كان في الخلافه الامويه في عهد الخليفه الوليد بن عبد الملك. اما بقى سبب الفتح فده موضوع طويل يطول شرحه، لكن هنختصره في حاجه بسيطه جدا. الاندلس قبل الاسلام كانت بلاد محتله مضطهده، ما كانتش تحت حكم سكانها الاصليين، انما كانت تحت احتلال قبائل اسمهم القوطيين. فلما اشتد ظلم حكام القوط والشعب اساسا ما بقاش طايقهم، بعتوا للمسلمين وبالتحديد موسى بن نصير علشان يخلصوهم من الذل اللي هم فيه. وبعد الاسلام عاشت الاندلس عصور وصلت فيها لقمه الحضاره اللي ممكن تتخيلها واللي ما تتخيلهاش. تاريخ الاندلس من اكتر الحاجات الممتعه في التاريخ واللي تستحق اننا نقرا وندور. وسؤال حلقتنا النهارده، يا ترى من وجهه نظرك كده ايه الاسباب اللي ممكن تخلي فيه تشدد او تخلي فيه انحرافات ونحنحه؟ قولوا لنا رايكم في الكومنتات، وطبعا ما تنساش تعمل لايك وشير وتشترك في القناه على اليوتيوب وتفعل الجرس وتشوف الحلقات اللي فاتت، وتستنانا كل اربع الساعه 8 بالليل، وتخلي اصحابك يشوفوها وتبعت لهم الحلقات وتزن عليهم، قول لهم شوفوا الحلقات انت وهو، وتابعونا بقى على موقع التواصل الاجتماعي ونبص بص على المصادر اللي موجوده في وصف الفيديو على اليوتيوب، وهتلاقي جنب المصادر كده لينك موقع باتريون اللي ممكن تدعمنا فيه ولو بدولار علشان نقدر نستمر ونطور من نفسنا اكتر واكتر. السلام عليكم. وحلمنا في قلبنا جوانا الخير يزيد، حتى النجوم في السماء عمرها ما تكون بعيد.